بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو وثمود وقوم لوط وأصحاب
أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا المترجم
حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا ولقد فتن فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء نعم العبد.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتح تحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن جهنم يصلونها فبئس المهاد وآخر من شكله أزواج
هم صالو النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.